بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. زدت صلاة وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كما بدأنا نختتم وخير ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريم، صعدت الى رب كريم، ايات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا قارئ نهاري مصر العربية وقارئ الاذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين بن سالم القارئ والمقيم بسره مركز بيروت محافظة المنوفية. ندعو الله له عز وجل بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما هوى Oh,
رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
يسألونك عن الساعة Oh,
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.
سيلة نوح عليه السلام وهو في سقرات الموت يا أطول الأنبياء يا أخرى كيف وجدنا هذه الدنيا فيقول وجدتها كدار لها وبيتا دخلت من أحدهما فخرجت من الآخر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ قارئ مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسروجيت مركز منوف محافظة المنوفية أيها السادة عائلة المتوفى تتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من قام بتقديم واجب العزاء وخاصة السادة مقاولي الفراش والكهرباء بجمهورية مصر العربية وندعو جميعا للفقير بالرحمة وللأسرة بالصبر والعزاء والسلوات ومن هنا تنتهي إذاعتنا وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.